استاذ علاء حمام، سلام عليكم. عليكم السلام يا عبد الله، تحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين. اتفضل يا استاذ علاء، ادخل انت التاني. يلا اعمل ايه؟ ادخل باخبارك. باخبارك سمعت برجلك اليمين. قول يا غالي. الله يخليك. بقول لك ايه، الصراحه كده الناس كلها بتتهمك ان انت نقيت على الفرقه، وكل شويه حالات الكورونا تظهر، حالات الكورونا تظهر. صراحه في حد النهارده بعت لي رساله بيقول لي ما حدش نظر فيها الا انت وعبد الناصر، انتوا اللي اتكلمتوا بس في حالات الكورونا. يا عم واحده اللي جبناها. الله يا عم احنا مالنا برضه ايه يا عم؟ يقول لي كل شويه الاقي جثتين واعين كورونا، كل شويه جثتين واعين كورونا. هو في حاجه عندهم كورونا، عندهم كورونا. قلت له يا مالنا احنا يا عم؟ في حاجه تاني ولا ايه النهارده؟ الله يخرب بيتك يا عم. النهارده الكابتن مات عبد الهادي. يا لهوي، ربنا يعفى عنه يا رب ويشفيه. حبيبي مات عبد الهادي، الف سلامه. الف سلامه عليه والله. كابتن مدحت رجوله يعني. الف سلامه على كل الناس اللي عيانه، يعني كل الناس اللي جالها كورونا الف سلامه عليه. وكمان ابن الكابتن نادر السيد. يا لهوي، اه ابنه حارس صغير ناشئ لسه برضه عيل النهارده برضه عنده كورونا، ربنا يعفى عنه يا رب. يا عم حبيبي يا كابتن مدحت يا عبد الهادي، الف مليون سلامه يا نجم. ألف مليون سلامة على كابتن مدحت. والله من رجالة الأميرية المحترمين، وكابتن مدحت راجل رجولة جدا وجدع جدا، وإن شاء الله يقوم بالسلامة. أبو الرجولة وياما غدانا في الأميرية، أبو الرجولة والجدعنة، هو وكل ناسه. مدحت عبد الهادي أبو الجدعنة. أنت بيعجبني فيك إن أي حد يغديك بصراحة تبقى بقلبك معاه. يعني أنا بيعجبني فيك الموضوع ده جدا. اي حد عايز يوصل على نص سنان يظبط بس المعده وهيبقى جوه قلبه على طول. جوه احشائي. اه ويبقى جوه قلبي على طول. فطبعا كده 15 حاله ان شاء الله كلهم يتعافوا يا رب ويقوموا بالسلامه. آه وطبعا ابشرهم بتوع فريق الطايره اللي هم 9 حالات، ان شاء الله ربنا يعافيهم يا رب. واحنا طبعا نتمنى لهم كلهم الشفاء والصحه ان شاء الله ويقوموا بالسلامه باذن الله. عندنا بقى طبعا الزمالك بيستعمل تدريباته بشكل طبيعي. هنقول بقى النادي الزد بقى، مش في سي مصر انه خلاص بقى، هنقول بقى نادي الزد بقى لانه خلاص يعني. نادي الزد خلاص اشترى اف سي مصر، وهيقابل الزمالك باسمه الجديد باسم زد. وطبعا بيتولى تدريب الفريق الكابتن اسامه نبيه ابن نادي الزمالك طبعا، ومدرب المنتخب السابق كابتن اسامه، مدربين جيدين جدا وممتازين جدا، وطبعا كل مصر تتنبأ له بمستقبل كبير. وكان لسه في رحله عمل في السعوديه، كان ناجح جدا جدا هناك في السعوديه، وكان معاه الكابتن محمد صبري طبعا نجم الزمالك الكبير السابق. ودلوقتي بقى معاه الكابتن محمد ابو العيله برضه والكابتن محمد صبري، وطبعا نتمنى لهم التوفيق كلهم باذن الله يعني. الكابتن اسامه نبيه النهارده ادنى بتصريحات، وقال طبعا ان هو معاه 17 لاعب في زد بقى، وبيستعد لمواجهه الزمالك، وقال لك ان هو لسه مشوار طويل يعني، بيبني فرقه قويه ومستقبل لزد، وقال لك ان شاء الله نعمل مباراه كبيره قدام الزمالك ونظهر بشكل كويس، وقال لك ان هو هيعتمد على الناشئين في بناء فريق قوي، وليه يكون ليه قاعده كبيره من اللعيبه المميزين، وقال لك هدف زد ان هو طبعا يدعم المنتخبات ويكون موجود طبعا بصوره جيده في الكره المصريه، واحنا بندعم اي تجربه استثماريه هدفها النهوض بالرياضه المصريه. بندعم الموضوع ده بشده يعني، لان الرياضه دلوقتي طبعا كل الناس عارفه ان المال بيفرق جدا مع اي نادي، اي نادي عنده موارد ماليه كبيره بيقدر يشتري لعيبه ويتعاقد مع مدربين كويسين ويقدر يعمل قوه ومنافسه جوه الدوري. تمام. إيه عندنا بقى الزمالك هيجري مساحات دوريه كل يوم لحد مباراه الاهلي، وده شيء كويس طبعا بعد الاعداد اللي موجوده دي يعني، وان شاء الله زي ما قلنا نتمنى ربنا يشفيهم يا رب ويعفي عنهم كلهم. عندنا بيراميدز ارسل خطاب رسمي لضم مصطفى فتحي، لكن في الغالب الزمالك هيرفض، لان باتشيكو متمسك ان مصطفى فتحي يكمل معاه. عندنا مسؤول الزمالك بيدرسوا ان هم يفرضوا عقوبات على اي لاعب خلال الايام المقبله يجي له كورونا. لازم يكون في التزام شويه من اللعيبه ويخلي بالهم من نفسهم، والامور الاحترازيه لازم تكون موجوده، فمسؤول الزمالك بيدرسوا وعلى راسهم طبعا كابتن اسماعيل يوسف ان يبقى في عقوبه ماليه على اي لاعب يصاب بكورونا. لازم يخلي بالهم شويه ويحافظوا على نفسهم، لان داخلين على
يعني بعد ماتش زد بقى يوم 21 في دور الثمانيه بطوله كاس مصر، الزمالك هيبقى داخل على نهائي افريقيا. فطبعا لازم يبقى فيه يعني حزم وربط من دلوقتي، والامور كلها يبقى فيها انضباط عشان طبعا ما يغيبش لعيب مؤثر على الفرقه ويكون مؤثر جوه الملعب. عندنا احداث طبعا وصل القاهره، واحداث كان معاد للرجاء، الزمالك نهى اعارته قال له ارجع وهيتدرب من اول بكره. وفي برضه خبر ثاني ان الزمالك نهى اعاره معروف يوسف، ومعروف كان معار للمقاولون العرب، وبنسبه كبيره برضه هيشارك في التدريبات خلال الايام المقبله. وطبعا الزمالك دلوقتي بيشارك معاه محمد اشرف رؤى، ان هو طبعا نهى اعارته برضه للطلائع وموجود مع الزمالك، واشرف رؤى من واضح ان هو يكمل مع الزمالك. اما معروف لسه باتشيكو هيشوفه وياخد بشأنه القرار، بس في الغالب برضه ايه ممكن يعني يكمل. تمام. عندنا كابتن امام الحمد لله النهارده سحبوا منه عينه يعني، وعينه كورونا الحمد لله طلعت سلبيه، وحازم ان شاء الله على بكره كده هيشارك في التدريبات بصوره جماعيه. ونتمنى ان شاء الله ان كل لعيبه الزمالك سواء في فريق الطايره او في اي فريق او كابتن مدحت او اي حاجه يعني، ان شاء الله تبقى العينه سلبيه بتاعتهم، وباذن الله يرجعوا تاني للمشاركه ان شاء الله في تدريبات الزمالك باذن الله يعني. طبعا النهارده باتشيكو عقد جلسه مع اللعيبه برضو، واتكلم معاهم طبعا عن مباراه زد بقى. وطبعا باتشيكو عنده طموح انه يكمل في بطوله كاس مصر، وطبعا عنده يفوز بدوري ابطال افريقيا، وقال لهم ان دلوقتي قدامنا بطولتين مهمتين، بطولتين في غايه الاهميه، لازم نركز في كاس مصر، احنا حاملين اللقب نكمل فيه، وان شاء الله بعد كده نركز ان احنا نتوج ببطوله دوري ابطال افريقيا. يا ابن الكلاب اللي عندك ده الله يخرب بيتك، مش عارف في ايه، مش عارف المنطقه في ايه، مش عارف مروق، جايين كلهم، ده كلهم جايين عليا وانا واقف لوحدي. هو اللي انت عامل ايه ده؟ قول لي معاك السندوتشات ولا ايه؟ معيش اي حاجه، انا واقف معايا التليفون بس. طب ما هم جايين، المشكله انا خايف حد يعضني. انت هم جايين اصلا عشان يعضوك عشان ما معكش حاجه يا عبيط. هو دي ده خلافات عائليه دي ولا ايه؟ مش عارف ده خلافات عائليه. كده ده مش عارف الكلاب واقفين لبعض، ده خلافات عائليه ولا بيزنس واختلفوا عليه، مش عارف في ايه. لا لا هي خلافات عائليه والجو زي الفل. خلافات عائليه طيب، ربنا يستر بس ما حدش يقعد يعني. اوعى تجري، اوعى تجري، اوعى تجري، التزم. اجري ايه؟ انا مش عارف اجري، ده هم يميني وشمالي، انا واقف ومد ظهري للحيطه وبقول ربنا يعديه على خير. خلي بالك الكلاب، انت حد يدخل بقول لك ايه؟ هيجي كلب عاقل دلوقتي يدخل يهدم النفوس. واحد بعت لك رساله بيقول لك بدل ما تقول على عبد الناصر انت سبب الكورونا، قول من اول ما المعزول جه من الانتخابات والنادي بدا تضربه كل الكورونا. ربنا يا رب يشفي على الناس كلها يا رب، ربنا يشفيهم يا رب ويعفى عنهم يا رب، ربنا يشفيهم يا رب ويعفى عنهم يا رب. ماشي يا علو. طب حضرتك اي اسئله اي حاجه انا مع حضرتك. لا يا حبيبي ربنا يخليك تمام، بس الناس بتسال بتقول ان مدحت العدل ولا مش عارف مين العدل دخل على قناه الزمالك خرب الدنيا، فلو عندك معلومات ابعت لي رساله. خلاص هنشوف، هنشوف اذا كان الدكتور مدحت العدل، هو طبعا يدخل على قناه الزمالك الدكتور مدحت العدل لانه زملكاوي، ممكن يكون كمان العدل الدنيا ايه؟ مدحت العدل يعني إيه؟ مدحت العدل مولحها على قناه الزمالك، طب عايزين نعرف عليها. لا عينيا يا زعمص، عينيا يا فندم، يلا سلام. السلام عليكم. طب حد يبعت لنا يا جماعه آليه، حد يبعت لنا يا جماعه آليه، جمال العدل ولا مدحت العدل يا جماعه؟ الاستاذ عادل محمد بيقول لي جمال العدل، ادي جامد عشان جامد لسه ما خدش. حد يبعت لنا يقول لنا آليه عشان نرد عليه، تبين عليه نسف في المبادره ولا ايه؟ اي حد هيطلع عن النص، اي حد هيطلع عن النص هيتحاسب. والله يا جماعه لازم احنا بصوا، ما فيش رحمه اليومين دول، التحذيرات على الجميع، احنا بلدنا فوق اي اعتبار، واي حد هيقضى عن النص هيتعاقب. اروح لمحمد مهدي. طيب انا بعت رساله لمحمد مهدي، بعت
بعت رسالة لمحمد مهدي دلوقتي هنعرف. عايزين نعرف يا جماعة هم قالوا ايه على قناة الزمالك؟ ده بيقول لك بهدلوا الدنيا. طب ده كلام ده؟ وتكلم عن شوبير وسيف زاهر ما ينفعش، عيب. ولا يتكلم عن شوبير ولا سيف زاهر، جمال العدل. جمال العدل ماشي، ما هو لازم يتحاسب خالد الغندور لو حصل خروج عن النص.